السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو كيجي بشكل مستعجل بعد المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول منحة التعليم العالي. إذا غادي نتكلم لكم على منحة التعليم العالي اللي كتخص التلاميذ والتلميذات ديال البكالوريا حول بداية التسجيل وآخر آجال التسجيل. دائما الفيديوهات برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك إن أعجبه محتوى القناة تشجيعا لتقديم المزيد، وشكرا. إذا طلبات الحصول على منحة التعليم العالي برسم الموسم الدراسي 2020-2021 للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا عبر بوابة منحتي، واحد الموقع ديال منحتي. كتدخل وكتسجل المعلومات ديالك وكتسجل في المنحة. غادي نوريكم كيفاش انطلاقا من المذكرة الصادرة عن الوزارة. إذا المذكرة هي هذه بخصوص طلبات منح التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2020-2021. إذا مجموعة من النقاط غادي نتكلم لكم فيها. فوقاش غادي يبدا التسجيل في المنحة؟ فوقاش غادي يكون اخر اجل؟ شنو هما الوثائق اللي خصني باش ندفع لهاد المنحه؟ بزاف ديال الامور غادي نتكلم لكم عليها من خلال هذه المذكره الصادره عن الوزاره. اذا غادي نمشي لهاد النقطه هذه. 2 ايداع طلبات المنحه. يمكن للتلميذات والتلاميذ الراغبين في الاستفاده من منحه التعليم العالي والذين تقل اعمارهم عن 26 سنه بتاريخ اجتياز امتحانات البكالوريا المحدد في 3 يوليو 2020 الدخول الى رابط طلب للاستفاده من المنحه خدمه ايداع الطلب ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو الى غاية يوم الجمعة 31 يوليو 2020 على الساعة 12 ليلا تاريخ وساعة غلق البوابة، حيث يجب ملء جميع المعلومات المطلوبة بشكل مدقق وصحيح. اذا ايداع طلبات المنحة، اول حاجة من الشروط دياله هو انه التلميذ ما يكونش عنده اكثر من 26 سنه، يعني التلاميذ اقل من 26 سنه هما اللي عندهم الحق انهم يدفعوا. والتدفيع فين غادي يكون؟ غادي يكون الكترونيا عبر خدمه الطلب، يعني ايداع الطلب في الموقع الالكتروني الخاص بالمنحه ابتداء من يوم 15 يونيو، يعني من 15 في شهر 6 الى غايه يوم الجمعه 31 يوليو الى غاية 31 في شهر 7 على الساعة 12 ليلا تاريخ وساعة غلق البوابة. ويجب ملء جميع المعطيات المطلوبة بشكل مدقق وصحيح، يعني خصك تملأ المعلومات ديالك بشكل مدقق. الاسم ديالك مكتوب مزيان، الرقم ديال المسار ديالك مكتوب مزيان، كل شيء مكتوب مزيان مضبوط. اذا كنمر الان بالنسبة للمترشحات والمترشحين الاحرار. يتعين تتبع المسطرة التالية: الف الولوج الى بوابة ترشيحات candidatureback.men.gov.ma للحصول على القن السري الخاص ببريده الإلكتروني الجديد كود مسار @تعليم.ma. ب تفعيل البريد الإلكتروني الجديد عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني www.تعليم.ma. إذا هادو بالنسبة للأحرار خصهم يدخلوا لهذا الموقع هذا باش يخرجوا الكود مسار ديالهم باش يمكنهم أنهم يدخلوا لهذه المنحة. هذا وتجدر الإشارة أنه من أجل البدء في تسجيل المعلومات يتوجب على التلميذات والتلاميذ المتمدرسين أو الأحرار النقر على الرابط الحصول على كلمة المرور بموقع منحتي للتوصل بكلمة المرور عبر البريد الإلكتروني كود مسار @تعليم.ma. إذا غادي تدخل وغادي تبرك على الحصول على كلمة المرور. غادي يعطيوك كلمة المرور، غادي يصيفطوها لك في البريد الإلكتروني ديالك كود مسار @تعليم.ma. ثالثا تتبع الطلب، يعني يمكن للتلميذات والتلاميذ الاطلاع بواسطة رابط التتبع على كل مراحل معالجة ملف طلب المنحة الخاص بهم إلى حين التوصل بقرار اللجنة الإقليمية للمنح عبر بريدهم الإلكتروني. يعني يمكن لك تتبع الطلب ديالك حتى يقروا فيه واش انت مقبول في هذه المنحه ولا مرفوض، وذلك بمتابعه رابط التتبع في البريد الالكتروني الخاص بك. اذا هنايا كاين واحد التذكير هام بخصوص هذه المنحه. اذا وجب التاكيد على ما يلي: يعد تسجيل طلب المنحه عبر البوابه الالكترونيه www.منحتي.ma الاجراء الوحيد بالنسبه للتلميذات والتلاميذ لايداع طلب الاستفاده من منحه التعليم العالي. اذا موقع واحد اللي ممكن تسجل فيه في المنحه هو هذا www.منحتي.ma. يعني ما يكتبوش عليكم دخل الموقع الفلاني باش تسجل، دخل الموقع الفلاني باش تسجل، تقدر تزرف
وتسجل انت في موقع وما تستفدش من هذه المنحه وتقول بان الوزاره ظلماتك. نور الوزاره حاطه موقع واحد اللي ممكن تسجل به هو هدايا ديال منحتي بوان ما. ثانيا يعتبر يوم الجمعه 31 يوليو 2020 تاريخ غلق البوابه الالكترونيه اخر اجل لايداع طلبات الاستفاده من المنحه. يقول لكم هنا نهار الجمعه 31 يوليو 31 في شهر 7 اخر يوم وكتغلق البوابه الالكترونيه، يعني من بعد هذا التاريخ هذا ما يمكن لك تسجل في المنحه. يعني عندك من 15 شهر 6 ل 31 شهر 7 هذا هو الوقت ديال التدخال ديال المعلومات ديالك وانك تسجل في البوابه الالكترونيه منحتي بوان ما. اخر نقطه، لن يقبل اي طلب يرد بعد الاجل المحدده. يعني اي طلب من بعد 31 في شهر 7 ما غاديش يتقبل باي وجه كان. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. في الاخير شكرا لكم على المتابعه. تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على التفاعل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.